صحيح. طيب خليني بقى ايه ارجع للكلام عن التدريب. ما خفتش من فكرة انك هتتولى تدريب زد في منتصف موسم في الممتاز به، وحضرتك اصلا مصنف مدير فني دوري ممتاز، تصنيفتك كده راجل مسكت اكتر من تيم واكتر من فرقة في الدوري الممتاز، وبالتالي دلوقتي انت هتنزل تبقى موجود في زد والموقف كمان فيها صعب، وجاي من فكرة مجلس الإدارة، يعني درستها ازاي دي؟ والله انا ما حسبتهاش كده ايما، يعني حسبت ان انا مجالي التدريب وبحبه جدا، والمناخ في زد يساعد ان بعد فتره كبيره بعيد عن التدريب نظريا، لكن عمليا انا يعني مواكب الاحداث كلها في نادي الزمالك تمام، والفتره اللي احنا اشتغلنا فيها كمدير كوره وكاشراف كوره او رئيس جهاز كوره، الحمد لله فتره كانت كلها مليانه بطولات، وكان صحيح الامر بالنسبه لي كان مميز جدا. المناخ كان يساعدني ان انا اشتغل برغم صعوبه ان انت تخش على فرقه في تلت الموسم، يعني كان فاضل تلت الموسم، تلت الموسم يعني الامور صعبه، ولا انت عملت فتره اعداد ولا انت اخترت اللعيبه، لكن هي كانت مجازفه لثقتي في المناخ اللي انا بشتغل فيه كاداره يعني. والحمد لله ربنا كرمني يعني، وقدرت نعمل حاجه يعني حاجه كويسه مناسبه للظروف دي، يعني ما حسبتهاش ان انا لو وانا فكرت لحظه ما كنتش هقبل. طيب انت حضرتك فكرت فيها كمهمه مؤقته لانقاذ ما يمكن انقاذه وقد نجحت فيها، ولا مهمه مستمره؟ لا مستمره يعني مؤقته بالنسبه للفتره دي. ماشي. بالنسبه لنادي زد طبعا. ماشي. وهو مشروع حلو، يعني مشروع انا يمكن مريت بيه في الجونه، نفس الظروف، ومسكت في اول تلت سنه وصعدتهم اعتقد، وتاني سنه الحمد لله يعني ربنا وفقني ان احنا كسبنا يعني وطلعنا ممتاز. انما هي بالنسبه لي فتره استكشافيه كويسه جدا، ان انت قست برضو المجموعه، يعني مجموعه انا كنت شغال مع مجموعه الصعيد قبل كده، ايوه، وربنا كرمنا، هي مجموعه القاهره صعبه جدا، وانديه عريقه نزلت درجه ثالثه، صحيح، طنطا كانت في الدوري الممتاز السنه اللي قبل فاتت درجه ثالثه، جمهوريه شبين بقى ليها باع كبير جدا، نزلت نجوم المستقبل فرقه محترمه جدا، وكانت في الممتاز من سنتين نزلت، يعني الامور متلخبطه في المجموعه. تتصور ان كوكاكولا اللي صعدت زد واخد منها ست نقاط، كسبها رايح جاي، فما تعرفش مين هيكسب مين، ايوه، وليها تكتيك معين وليها فكر معين. طبعا استكشفته في الفتره ديت، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تبقى افضل يعني.